هلا صار معنا حسن صادق من اعزاز. يسعد صباحك يا حسن. صباح الخير. يسعد صباحكم جميعا. هلا بك حسن. تعرف عليك اكثر حسن، شو دارس وهل في حدا بالعائله بيملك خامه حلوه مثلك؟ بدايه دراستي درست بالغوطه الشرقيه بمعهد كان بيقدم دبلوم الصحافه والاعلام، كان مختص يعني بي. حصلت على دبلوم ولو ان هي شهاده مكتبيه حصلت عليها خلال صوت شوي عم يتقطع حسن، بس اذا ممكن تقرب على الميكروفون اكثر. طيب عقول بدايه حصلت على شهاده دبلوم صحافه واعلام محليه بالغوطه الشرقيه، توظفت بإذاعة محليه عملت بالمهندس. بالنسبه للخامه الصوتيه عندنا بالعائله يعني ما في حدا اشتغل في هذا المجال او خامة صوتيه ممكن او ممكن ما حدا جرب. فعلا هو بحاجه لتجريب وبحاجه لصقل هيدي الموهبه بشكل عام. طيب امتى اكتشفت قدرتك على التعليق؟ يعني عاده هو الواحد ببلش انه يقلد يمكن مذيعين او يقلد حدا مشهور، فهل كنت تقلد حدا لحتى اكتشفت انه عندك هاي الموهبه؟ والله بداية لا ما قلدت، إنما أرغمت يعني صراحة على العمل بمجال التعليق الصوتي. كانت الإذاعة محلية وعدد الموظفين كان جدا قليل، فطلب مدير الإذاعة. تغير صوتك؟ نعم كنت تغير صوتك يعني تأدي كذا شخصية؟ تمام، كنت بدايتي كانت لا نشرات الأخبار، ما اشتغلت بمجال الدوبلاج بداية. اشتغلت في تقديم الاخبار عده مرات، فهون تميت اكثر من سنه على بس تقديم نشرات اخبار، فهون نوعا ما يعني صار عندي شويه اداء لنقول يعني شويه مهاره. بعدها وكنت في موضوع دوبلاج سلسله اجنبيه تعليميه، فقمت بدوبلاجها، لكن يعني هي ما كانت كحد يعني كمستوى مطلوب بسبب انه ما كان في شخص مختص يعني يوجهني بموضوع الصوتي او موضوع التعليق الصوتي او يعطيني ملاحظات، يعني كيف ما كنت سجلت فخلص تمام يعني جيد هيك مناسب. طيب مين كان عندك مثل اعلى بالصوت يعني بتحب صوته وبتحب تسمع له او تقلده؟ والله بالنسبه لحب اسمع له في المعلق الراحل محمد سعيد صاحب سلسله ابو كاريس على ناشونال جيوغرافيك، يعني هاي من الاصوات المشهوره اللي بحب اسمع له كثير. إذا أنت بلشت بالهندسة الإذاعية، وبعد ما بلشت بالهندسة الإذاعية بلشت بنشرات الأخبار وبعدها بالدوبلاج وبعدها تهجرت من الغوطة لعزاز، صح؟ صحيح، كانت بداية عملي نشرات الأخبار، تقديم نشرات الأخبار، قدمت بعض البرامج القصيرة يعني فقرات قصيرة بالإذاعة، عملت على دوبلاج سلسلة تعليمية بالغوطة الشرقية، بعدها تهجرنا بال 2019 لشمال سوريا. طيب بعزاز كيف بلشت القصة أنه أنت ترجع لعملك بالصوت؟ أكيد كان في مصاعب، وأكيد يعني الانتقال من مكان لمكان ما نسهل، وتترك شغلك بالغوطة الشرقية لتنتقل لعزاز أكيد مسهل، فكيف يعني زبطت أمورك؟ شو المصاعب مريت فيها حتى وصلت اليوم أنه أنت عندك استوديو خاص فيك وعم تعطي دورات ما شاء الله؟ تمام، كانت البداية صراحة صعبة، يعني بداية لما طلعنا من الغوطة ما لقيت حدا يعني يشتغل عنده بهذا المجال، وخصوصا اني كنت متعرض لإصابة سابقا، فنوعا ما الأعمال الشاقة ما بحسن اشتغلها. اشتغلت مع والدي صيدلان، اشتغلت مع والدي فترة طويلة في الصيدلية، بعدين انتقلت على مدينة ثانية اشتغلت أيضا معاون صيدلي. كنت ضمن عملي كان عندي لابتوب مسجل بالموبايل. كنت طور حالي ضمن الصيدليه يعني في وقت فراغ، بحاول اجيب نصوص اسجل اشتغل لناس بس صوتيه بدون مقابل، حتى طورت حالي شوي شوي. لما صحت لي فرصه العمل، اول فرصه عمل، فمباشره حبيت اني اسس استوديو، لو انه استوديو بسيط معدات بسيطه وابدا مشوار. كان في صعوبات كثير يعني خصوصا قراري باتخاذ اني اترك عمل الصيدله عملي الاساسي اللي هو مجال التعليق الصوتي والهندسه الصوتيه، وخصوصا انه كانت فرصه عمل هي ما انا ثابته يعني ممكن باي لحظه، وبالفعل يعني فقدتها بعد فتره اقل من شهر من لما تركت الصيدليه. ولكن بيبقى الحب والشغف يمكن اللي تبحث عنه موجود
بمجال التعليق الصوتي، بس مثل ما ذكرت يعني انه المخاطره الواحد يترك عمل ثابت ويتوجه لعمل ممكن يتوقف باي لحظه. انت خضعت للعديد من الدورات ايضا، اكثر دوره استفدت منها او شو المهارات او التكنيكات اللي اخذتها؟ والله بالنسبه للدورات خليني اكون صريح، الدورات استفدت منها بشكل عملي كثير كبير، لانه اغلب هاي الدورات كانت يعني امور نظريه، ما في تطبيقات عمليه من المدرب، هي دورات مسجله على معهد لكن اكثر شيء استفدت منه هو ما يقال له التغذيه السمعيه، انه انا استمع معلقين عالميين، حاول نشوف طريقه ادائهم، طريقه الوقف، طريقه الابتداء، طريقه ضغطه على الكلمات المهمه، التركيز، هذا اكثر يعني اكثر شيء فادني هو الموضوع الاستماع. بعد الدورات في وقت متاخر، يعني الدورات تقريبا اجت بعد سنين من دخولي للمجال. هاي الدورات يعني هي بس اعطتني المعلومات النظريه، كان في معلومات عمليه، انا ما عم بعرف اسماء العلميه مثلا. انما الدورات هي خلتني اعرف الامور النظريه اكثر، المعلومات النظريه، ويصير في عندي تطبيق عملي بشكل افضل، وعارف طيب انا كيف. طيب هلا اذا عملت لك تيست هلا على الهواء، اعطيني مثلا رحب فينا بصباح سوريا بطريقه مثلا الطريقه الاذاعيه، بطريقه الطريقه اللي بحبها، تسجيل فيلم وثائقي بكذا اسلوب يعني. تمام، هلا الترحيب يعني ما راح يشتغل بطريقه اللي بدك اياه. اختار جمله انت مثلا واعطينا اياها بكذا شكل. ممكن ادي نص وثائقي اذا بتحب. اي طبعا، قصير. فضل. في مقطع هو قصير للمعلق اللي قلت لك عليه محمد سعيد، جميل وبحب يعني قلده، يعني هو بيتكلم عن الحرب العالميه الثانيه. لحظه لاتذكر النص. تمام. برلين عام 1945، مع تقدم القوات السوفيتيه نحو العاصمه، كانت هزيمه الدوله الناديه ونهايه الحرب العالميه الثانيه تبدوان محتومتين. اعطيني اياه بشكل ثاني. بشكل ابسط ممكن نقول، خلينا نكون وثائقي نوعا ما يعني بعيد عن الحروب. نفس النص. نفس النص. برلين عام 1945، مع تقدم القوات السوفيتيه نحو العاصمه، كانت هزيمه الدوله الناديه نهايه الحرب العالميه الثانيه تبدوان محتومتين. يمكن كثير حلو انه المسلسلات الكرتون اللي كنا نحضر احنا وصغار، لما بنكبر ونمتلك شوي مهاره بالصوت بنحاول نقلد بعض الاصوات. هل حاولت تقلد شي صوت من الافلام الكرتون اللي ربينا عليها انت بتحبه؟ والله ما كثير دخلت بموضوع، ما كثير فتت فيه صراحه. اكثر صوتي يعني. طيب انت انتقلت من متدرب لمدرب، واكيد يعني هذا التغيير ما اجى بالسهوله، عمره سنين وتعب وجهد منك. نحكي اكثر عن هالموضوع، وقد ايه حلو انه فعلا الانسان يتابع حاله بعدها هو يصير يعطي هي القصص لمتدربين حابين يعني يسقلوا موهبتهم، تكون خامتهم افضل، اماكن افضل، او حتى تكون عندهم فرص عمل اكثر. صحيح. والله هي الفكره يعني تواصلوا معي احدى الجهات انه هل بتتم تدريبات بمجال التعليق الصوتي؟ طبعا قبل هذا الحكي ببدايه 2023، قبلها كان يتواصلوا معي ناس يعني يتابعون اونلاين بشكل فردي، يعني شخص تابعه بشكل فردي، فوجدت انه عندي قدره انا يعني اعطي دورات، عندي قدره يعني معلومات نظريه الحمد لله جيده، حتى معلومات عمليه جيده. قلت ليش ما اقل هذا الموضوع؟ فالفرصه هي اجتني يعني الحمد لله، انه تواصلوا معي انه بدنا تدريب بمجال التعليق. فقمت بتجهيز حقيبه، دمت تقريبا قرابه الشهر ونص، يعني عم جهز يعني مصادر، وجهزت حقيبه تدريبيه. كان اول تدريب لي هو تدريب اونلاين بمعهد جينوب التدريب. الحمد لله يعني لاقت قبول وتدريب جيد، كان راي المتدربين حلو انه يعني جيد جدا. كثير حلو، بالتوفيق ان شاء الله. هلا بصراحه هو يعني من اكثر المهن المهدده بسبب الذكاء الصناعي هو التعليق الصوتي، لانه مثل ما بتعرف هلا صار في كثير تطبيقات قادره تجيب صوت اي حدا وتحطه على اي نص.
بتخاف من هاي النقطة شيء؟ والله لحد الآن لا ما بخاف يعني. لأنه الذكاء الاصطناعي لحد الآن ما وصل لمرحلة أنه هو يعني مثلا خصوصا موضوع اللغوي تشكيل مثلا نرى أنه الذكاء الاصطناعي لما بتعطيه نص طويل خصوصا أخطاء لغوية يعني حدث ولا حرج يعني أخطاء كثير. موضوع التلوين يطلع بالطبقة ينزل بالطبقة يسرع بمكان يبطل بمكان يضغط على بعض الكلمات المهمة هذا كله ما موجود بالتعليم. الشغلة الوحيدة الموجودة يعني بالذكاء الاصطناعي عفوا الشغلة الوحيدة الموجودة هي الخامة الصوتية يمتلك خامة صوتية مميزة إيه لكن باقي ما تبقى كله ما موجود بيحتاج لروح بشرية ما في روح بشرية ما في إحساس بالنص فبالتالي عندما نوصل يعني نص طويل خصوصا يعني ستكون الأمور يعني تعيسة لكن بتواكب انت التطور يعني كثير مهم من اليوم انه نحن نواكب التطور سواء الذكاء الصناعي او حتى السوشيال ميديا هل عفوا راح صوتي هل بتحاول انه انت فعلا تواكب هذا التطور وايضا تتطور بعملك حتى تحس حالك انه انت بهذا الجو بما انه انت مبلش من جديد صار عندك استوديو خاص فيك وايضا عم تدرب اشخاص طبعا اكيد في مواكبه للموضوع حتى يعني خضت عده تجارب بموضوع الذكاء الاصطناعي يعني شوف انا اعمل مثل موضوع تحديات انه شوف اعطيه نص شوف شو يعني المميز فيه عنده خامه صوتيه تمام شوف في شغلات ثانيه يعني جربت عده مواقع يعني الحمد لله لحد الان امورا تعيسه يعني الذكاء الاصطناعي يمكن يتوافق مع ناس يعني هن غير يعني ما عندهم خبره ناس ما عنده خبره صاحب حل صاحب كذا ما عنده خبره بموضوع الاداء الصوتي ممكن يعجبه هذا الموضوع لكن جهات رسميه قنوات سوشيال ميديا يعني مشهوره طبعا ما لها يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي ابدا بالوقت الحالي هذا الحكي طبعا ختاما حسن على شو عم تشتغل حاليا شو المشاريع اللي عم تشتغل عليها والله حاليا عملي فريلانس يعني متقطع يعني ماني ملتزم بموضوع التعليق الصوتي ماني ملتزم مع جهه معينه انما اعمال فقط فريلانس ممكن يجي فلان مثلا اعلان شخص مقطع قصير التزام ما في التزام فعليا مع جهه معينه بمجال التعليق الصوتي او الهندسه الصوتيه وللاسف نحن هون بالشمال السوري نوعا ما لسه يعني ما كثير منتشر هذا الموضوع خصوصا موضوع الاعلاني صح التعبير جدا ضعيف مظلوم هون بالمنطقة عن ما في كثير اهتمام من أصحاب أو الشركات أو رؤوس أموال في مجال الإعلاني صحيح يمكن لذلك تفضل فرص عمل هذا المجال هون قليلة شوية بس يعني لاحظنا بالفترة الأخيرة أنه في اهتمام عم يبلش يصير على الموضوع حتى يمكن صار في أكثر من استوديو للتسجيل الصوتي سبق واستضفنا بعض الأشخاص بصباح سوريا بعرف إذا عندك تعاون مع حدا منهم والله ما في تعاون إنما معرفة يعني لكن يعني لا زال يفتقر المحلي لي هذا الموضوع يعني هو في تطور أفضل بكثير قارناه ب 2018 أو 2019 يعني كان نوعا ما معروف يحكي لشخص إنه أنا معلق صوتي اللي شو يعني هاي يعني شو يعني معلق صوتي ما يعرف شو يعني معلق مهندس صوتي بينما هلا حاليا يعني صار في شوي اكثر بس ما مثل برا بس اكيد برا. الامور لقدام وان شاء الله يا رب يكون الاهتمام اكثر بكل المجالات نتمنى لك التوفيق وان شاء الله بتشوف حالك بالمكان اللي انت بتطمح له حسن صادق مدرب تعليق صوتي كنت معنا من اعزاز بدي اتشكرك شكرا لك نهارك سعيد على استضافتك